لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك بعضهم قال في يوم وبعضهم قال في 40 يوما، ثم يكون علقة من ذلك، بعضهم قال يوم وبعضهم قال 40 يوما. من قال 40 يوما 40 يوما، إذن 3 40ات عددها 4 شهور، 120 يوم 4 شهور. ومن قال لا 40 يوما ثم يوم ثم يوم، فهذه 42 يوما اللي 6 أسابيع، فيعني شهر ونصف.